يشهد موسم البر هذا العام إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة. المخيمون أشادوا بالمستوى العالي من التنظيم والحملات التوعوية المتعلقة بجوانب السلامة والبيئة، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية. مع دخول الأجواء الباردة يستمتع البحرينيون في موسم التخييم في منطقة الصخير، والذي يستمر هذا العام لحوالي 4 أشهر، وشهدت مواقع التخييم حضورا لافتا خصوصا في المناطق المخصصة للأنشطة، حيث يحرص العديد من مرتدي البر على توفير أدوات الترفيه والتسلية لصغار السن، فيما يقوم البعض الآخر بتوفير كبائن لبيع الأطعمة. يعني البر هي كلها تغيير الحياة اليومية، يعني من شغل من شو اسمه، فالناس تبي ترفيه يعني، وما يحصلون وناستهم إلا في البر. وثاني شيء هي جمع بين الناس زين، وتعارف على الناس. احنا الناس ما قلت هذه قعداتنا برا، وندش داخل ونحط قهوتنا وشاينا، وناس ما قلت يعني هي ترفيه يعني. صراحة ترتيبات جميلة جدا. أنا تفاجأت، يمكن اليوم مو أول يوم إني أكون في البر. طبعا تفاجأت بالأجواء زين، سابقا ما كان البر والاستعدادات له بهالطريقة، الحين الاستعدادات كبيرة، التخييم، التركات، الفود تراكس، الناس، يعني حياة البهجة الموجودة في البر كانت يعني في السابق مختلف عن الحين. الحين الحياة جدا حلوة أعتقد في البر. موسم التخييم هذا العام يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار والسياح من خارج مملكة البحرين، فتنوع الأنشطة في منطقة التخييم يضفي على الموسم هذا العام لمسات جمالية لا مثيل لها، فمن الألعاب البرية إلى قيادة دراجات الهوائية في المناطق الجبلية وسياقة دراجات الدفع الرباعية وغيرها من الأنشطة والهوايات التي تقام وفق الأنظمة والقوانين. في كل عطلة أسبوعية نشوف الناس توافدون من مختلف المناطق في البحرين ولله الحمد، وهذه يدل على نجاح الموسم، والدليل توافد الناس من أكثر المناطق يعني في البحرين أو حتى من خارج البحرين. يعني أنا اليوم جايين يصرون لي من الكويت، وحبيت أن أراويهم موسم البر. والله صراحة أنا سبق ونجيت من أول يعني، بس فترة طويلة يعني، أما الآن صراحة التنظيم جدا يعني حلو، مو مثل أول شكل التنظيم، مو مثل أول نهائيا، وصار فيه يعني تنظيم حتى بناء المخيمات، شايف أنا يعني روعة جدا. الكل اللي بغي يروح بر عشان يسعة البال، وعشان يعني الواحد، وهني صراحة التنظيم رهيب. موسم التخييم له أثر خاص في نفوس المواطنين والمقيمين في المملكة، كونهم اعتادوا عليه في كل عام، حيث يسهم في إحياء قيم متوارثة جيلا بعد جيل، ومنها تعزيز صلة الرحم بين الأهل والأقارب والتواصل بين الأصدقاء، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المحببة التي تكسر الروتين اليومي. مع عودة موسم التخييم في مملكة البحرين، يبتهج الأهالي من المواطنين والمقيمين والزوار بعودة هذا الموسم الذي يعتبر متنفسا لقضاء أوقات ممتعة تسهم في زيادة الترابط الاجتماعي. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.